صحة هيكون بعد ملف التعليم. خلينا نسأل دكتور خالد سؤال مهم، مدى التفاهم والتواصل بينك وبين وزير التعليم الدكتور طارق شوقي؟ هل الاستراتيجية بتاعت وزارة التعليم العالي موجود البنية الأساسية في التعليم؟ متواصلين بشكل يومي. يعني يمكن على مدار التاريخ احنا محظوظين ان احنا موجودين في توقيت واحد، والحظ الكبير ان انت امام قيادة سياسية متمثلة في سيادة الرئيس يؤمن بأهمية التعليم بشقيه، التعليم الأساسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي في تغيير حياة الإنسان المصري أو فيما يطلق عليه بناء الإنسان. مخرجات الدكتور طارق هي مدخلات التعليم العالي، ومخرجات التعليم العالي هي المواطن الصالح اللي هيخدم مصر في موظف أو في فني أو في عامل أو في أي مهنة. ومن هنا كان انت بتعد بني ادم علشان يعني يقود مقدرات الدوله. الدوله بتصرف في طرق وكباري وفي مدن ذكيه وفي مشاريع قوميه ضخمه جدا، مين اللي هيدورها؟ مين اللي هيقود البلد كمان 10 سنين؟ عقليه منفتحه، ناس، عايز بشر، بشر متعلم كويس قوي وفاهم كويس قوي وعارف يفيد البلد دي ازاي. لو عملت اعظم مشاريع الدنيا كلها وما عندكش الناس اللي تديرها يبقى ما عملتش حاجة. يعني إذا هناك إيمان كامل بأولوية التعليم. مفيش كلام. أرجع تاني للسؤال. أنا مش بتكلم يعني بلسان الدكتور طارق، ولكن خلينا ننظر في المنطق التاني اللي هو منطق إن هل التطوير مهم ولا مش مهم؟ بشكل عام. هل إحنا نبقى فرحانين إن إحنا ولادنا يجيبوا 98% ويخشوا الجامعة بمجموع يمكن أن يكون خادع؟ وانا اقول لك خادع ليه؟ لان الناس بتخش الكليات ب 98% وتتعصر في اول سنه في الكليه. فاذا المقياس ان لازم يجيب مجموع عالي قوي ما كانش هو ده المقياس الحقيقي. ده احيانا ده بيجيب 107%. اذا الحفظ والتلقين لا يفرز المواطن او الطالب الخامه الصح، يعني الخامه اللي انا عايزها. وانا لو حلمت بالجامعه ببرامج جديدة في الذكاء الاصطناعي وفي انترنت الاشياء وفي الذكاء المعزز وفي بايو تكنولوجي، انت بتتكلم في نقلة تانية خالص. ما انت عايز مواطن، مش احنا اتفقنا عايز واحد. بتختصر سنوات ضوئيه بينك وبين العالم المتقدم. طيب اجيب الناس دي منين؟ لو دخلت عايزين نغمض عينينا ونشوف الناس اللي بيخشوا الجامعه اول سنه او ثاني سنه، لو هم جايين من منظومه بتعتمد على الحفظ والتلقين والدروس الخصوصيه ولا يوجد تشغيل للفكر، هل انا عندي امل بعد ما ترسخ في ذهن الطالب النوع ده من الدراسه، عندي امل لما يخش بقى كليه الهندسه او الطب او الحاسبات والمعلومات او الاداب او الحقوق ان يكون عنده فكر مختلف؟ يبقى املي انا في الاجيال اللي جايه من منظومه التعليم اللي قبل الجامعي الاساسي عشان انا اقدر ابني بيها التفكير النقدي. يعني وكل ينبني النجاح عند سيادتك على نجاح المنظومه الاساسيه. مفيش كلام. ومن هنا لازم يكون في تنسيق بقى، ولازم يكون في عضويه للدكتور طارق مع المجلس الاعلى للجامعات شهريا بيجتمع معانا، واحنا اعضاء في المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، وكل الانظمه بتتم وضعها على طاوله المناقشه للمجلس الاعلى للجامعات حتى يمكن التاكد من الفائده في هذا الموضوع. ده السيستم، لكن على المستوى الشخصي دائما الاتصال 100%. عظيم. اروح بقى لاحلامك، وانت تتحدث عن تكنولوجي وبايو تكنولوجي، بتتكلم عن فضاء.